سينو الدين. شكرا سي دكتور. كيف انا بمد الله في اسكان اللغه العربيه. اولا الحقيقه نحب نعبر على سعادتي على وجودي بينكم، لاني فرصه اعتاد المصرف المغاربي السياسه الخارجيه حتى نعرف بالمصرف لدى خاصه الاوساط الماليه اللي لحد الان ما كناش كافيين نتعلم بها. ثم كذلك اعتقد ان المداخله نتاعي جاءت بعد المداخله نتاع الاساتذه وخاصه الاستاذ سيدي هاشمي عليا، واعتقد انه مش نحاول سيدي هاشمي اني معناها نزف لك على الاقل معلومه يمكن ما تنمي شويه من التفاؤل وتنحي شويه التشاؤم نتاعك. معناها نحاول باش ننطلق من شيء معناها يمكن واقعي. هو الحقيقه المداخله نتاعي باش نبين معناها المصرف شنو هي الشروط اهداف المصرف، ثم ما هي الاستراتيجيه واين وصل المصرف. الحقيقه كلنا نعرف وكلكم قلتوا انه الاندماج المغاربي اصبح حتميه ضروريه للاقتصاديات نتاعنا حتى نتلافى كما قلت الخسائر اللي معناها تنجم عليها في التنميه، في التشغيل، في كذلك الشراكة مع الشركاء العالميين. لما نتقدم كمجموعة يكون معناها موقعنا يمكن صلب أكثر. ومن معناها من القرارات السياسية اللي صارت في عام 91 هو أحداث المصرف المغاربي. والقرار السياسي هذا يقعد 24 سنة ما وقعش تسليم، والحمد لله في سنة 2015 في سنة 2015 جل الحكومات وصلت معناها انه يلزم نبدا بشيء واقعي وشيء يجسد معناها البزنس والمعاملات بين المتعاملين الاقتصاديين. على هذا الاساس قرروا الحمد لله من خلال الجلسه التاسيسيه اللي صارت في ديسمبر 2015 احداث المصرف. معناها بصفه قانونيه. هذا هو الاهداف بتاعه، اهداف المصرف حسب القانون الاساسي هي تنميه الاستثمارات البينيه، تنمية التجارة البينية، وكذلك تبسيط العراقيل كما قلت سيادتك، وكذلك دراسة مناخات الأعمال اللي يلزم تكون متوفرة حتى معناها ننمي الاستثمارات إلى آخره. احنا خلينا الاستراتيجية بالطبيعة وقع تعيين معناها إدارة عامة ومجلس إدارة وكذلك معناها الحوكمة نتاع المصرف، وكان عندنا سنتين الحقيقة، خلينا وقت سنتين لاحداث المصرف. اولا لسن استراتيجيه للمصرف هذه تكون واقعيه وتحمل خاصه التدرج في الوعد، كذلك مخطط اعمال بالنسبه للفتره الاولى بعد 5 سنوات وقع عليها الاتفاق بالطبيعه بالتعاون مع مكتب دراسه معنا عالمي، وكذلك بالتواصل وبمقارنات كل المؤسسات الماليه المتواجده، لانه سي هاشمي والساده الحضور المصرف المغاربي ونجم نقولوا مصرف جهوي على غرار المصارف اللي هي موجوده، ما هوش اول مصرف صار، فما حتى في افريقيا برك فما تقريبا معناها 7 أو 8 مصارف. فهناك معناها تجارب موجوده معناها استفدنا منها، وخذينا بعين الاعتبار خصوصياتنا كمغرب عربي، وحاولنا باش معناها نبين شيء الاستراتيجيه نتاعنا اللي وقعت الموافقه عليها، كذلك معناها شرعنا في امتداد الكفاءات، والحمد لله المصرف توا يحتوي على كفاءات مغاربيه متطورة، ومعناها انضمك سي هاشمي في المصرف معناها لم معناها نعتمد على معناها تعيينات، بل قمنا بشروط معناها دقيقة كان على اثرها معناها امتداد الكفاءات، كانت معناها متبعة على اساس على اساس الكفاءات وليس على اساس التعيين من طرف الحكومة، وهذا كان معناها الحقيقة شيء قصدي. لانه الكفالات اللي موجوده عندنا الكل خدمت على معناها مستوى عالمي وفي مؤسسات معناها شبيهه. والحمد لله معناها المصرف حاليا عنده كل الكفالات البشريه، كذلك قام باعداد كل النظم معناها المعلوماتيه الترتيبيه والى اخره، والمعايير حسب المعايير الدوليه. والحمد لله من بدايه سنه 2018 المصرف أصبح عملي، يعني قمنا بعمليات تمويل لحد الآن قمنا تقريبا ب10 عمليات تمويلية اللي هي تندرج في إطار مشغولاتنا، لأنه احنا عندنا خصوصية بالنسبة للمعنى البنوك الثانية الأخرى، وأنه احنا
احنا لا نمول الا المشاريع المندمجه، يعني يا اما راس مال يكون مشترك، اما يكون معناها شركه متواجده في بلد تستثمر في بلد اخر، او تجاره بينيه استيراد او تصدير الى بلد مغاربي، او استعمال موارد اوليه من بلد في بلد اخر، او حتى استعمال تقنيات اذا كانت عندنا بعض التقنيات في مثلا الفوسفات الى اخره، اذا كان مؤسسه في بلد اخر تستعمل تقنيات مغاربيه فهذا معناها يعتبر مشروع معناها مندمج ويجي معناها ينجم ينتفع بتمويلات. هذا معناها الشيء الايجابي انه قمنا بهذه العمليات، والانطلاق هو اصعب شيء. قمنا بالعمليات هذه باش تكون الحقيقه بدايه وانطلاق جيد تتطلب بالطبيعه دعم معناها، لكن كذلك كما قلت لكم ما نجموش نشتغلوا حتى احنا حاليا نشتغل مع كل المؤسسات الماليه معناها في نطاق البلدان بتاعنا، وكذلك نتعاون مع المؤسسات الدوليه، يعني احنا مش وحدنا، احنا بنك راس المال بتاعه محدود، المكتتب حاليا هو 150 مليون دولار، وقع تحرير تقريبا 50% معناها الى حدود من سنه 2018، هو محدود جدا. احنا نتعامل مع المؤسسات الدوليه والمؤسسات المحليه لعديد الجوانب، اولا تبادل الخبراء والتجارب، ثانيا التمويل المشترك على كل المشاريع، نحاول احنا باش نكون يمكن المؤسسه المرجعيه اللي تشتغل على التكامل الاقتصادي، وذلك علاش الحقيقه معناها سعينا ان يكون عندنا قطب اقتصادي هام يقوم بالدراسات وبالتشخيص ويكون كذلك مؤسسه مرجعيه، كذلك يقوم بتحليل العراقيل اللي هي موجوده ونكون قوه اقتراع الى البلدان والى الحكومات انه اللي هي مبنيه على امور عمليه، يعني لما ننطلق بالمشاريع ونروح الحكومات نقول لهم هذا المشروع راهو ينجز لو فيه رفع الحواجز الاتيه، فهذا شيء معناها عملي ونجم يعطي معناها نتائج. هذا الحقيقه اللي نطمح له. الافاق اعتقد اللي متميزه لانه احنا قمنا حاليا بربط شراكات مع عديد المؤسسات الدوليه، عبرت عن استعدادها. احنا كنا الحقيقه معنا منبهرين لانه عديد المؤسسات لقيناها معناها مدرجه في اهدافها الاندماج المغاربي، لقات مؤسسه تجم تعتمد عليها باش تتعاون معاها باش تجسم هذا معناها الهدف. الحقيقه كما تشوف معناها شيء عملي، هذا نجم نقول اول مؤسسه ماليه معناها مغاربيه تتوجد، مازالت في بدايه الطريق. اعتقد انه بالتعاون مع المؤسسات الماليه يعني في كل البلدان وكذلك المؤسسات الماليه الدوليه نجم نكون معناها سبب لتنميه الاستثمارات والمعاملات الاقتصاديه بين المتعاملين، وكما قلت سيادتك ومعنا قالوا الاخوه كذلك من قبل انه هي المعاملات يعني الاقتصاديه هي اساس كل معناها احداث مجموعات اقتصاديه مشتركه كما تشوفوا في البلدان الكل. احنا ان شاء الله دونك مدام سيود vous avez donné un conseil comme quoi l'Europe a été basée suite à une guerre entre l'Allemagne et la France. Nous, on ne va pas prendre sur ce conseil, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une guerre. On va faire une guerre pour commencer. Bon, mais je pense que quand même l'exemple européen pour nous il est édifiant parce que l'Europe elle a commencé par une communauté économique européenne et maintenant on voit qu'il y a une union dans plusieurs aspects, même politique, social, etc. Et أتمنى أن التجربة تاعنا معناها تسير على نفس المنوال هذايا وتكون معناها بالتعاون معكم الكل معناها نقطة انطلاق لتعبيد الطريق لأحداث مجموعة مغاربية مشتركة. وشكرا. شكرا سي نور الدين. آخر كلمة تبعث يعني شعور يعني أوبتيميزم إيجابي بطبيعة الحال بخصوص الاتحاد الانتيغراسيون ديال المغرب. نحب في اخر كلمه نحيي المحاضرين على يعني على التقديم نشكرهم وان شاء الله بال يعني بالكلمات اللي سمعناهم فهمنا الدور وفعاليه دور البنوك المغاربيه
في الاندماج وفي يعني في التطور الوضعي الاجتماعي والاقتصادي. فشكرا للمحاضرين ونشكركم جدا وبارك الله فيكم على الاستماع.